اهلا من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين. تحياتنا الصباحيه، وان شاء الله دائما بتكون صباحاتكم مليئه بالخير وبالسعاده وبالنشاط ايضا. يعني هذه الفقره رح نحكي فيها عن رياضه اسمها لم يعد غريبا حقيقه في بلدنا، لانه دائما بجوز بنحكي عن رياضه الكاراتيه، ودائما بنحكي عن رياضات الدفاع عن النفس. وفي جهود كثير كبيره يعني على مستوى المؤسسات وعلى مستوى افراد ومدربين وابطال في الاردن بيحاولوا دائما انهم ينشروا هذه الرياضه بشكل اكثر، هذا النوع من الرياضات، رياضات الدفاع عن النفس، لما لها اهميه كثير كبيره في اولا يعني الحفاظ على لياقه الجسم، وثانيا حتى في لها يعني انا اللي بسمعه انه رياضات الشرقيه كلها هيك بتعمل توازن روحي جسدي جميل. فاليوم رح نحكي عن الكاراتيه ونحكي عن شغل عم بيشتغلوه ضيوفنا هذا الصباح مع طلاب مدارس من اعمار مختلفه. بنرحب واياكم بالكابتن يعقوب الوعري وهو خبير في رياضات الدفاع عن النفس. اهلا وسهلا فيك. وضيفتنا في الاردن الكابتن فابيان كلاوديا وهي مدربه المانيه موجوده الان نتيجه هذا الجهد اللي عم تشتغلوه مع طلاب المدارس والمعسكر التدريبي المجاني التطوعي اللي عم تشتغلوا فيه. ومعانا البطلين الحلوين الشباب الصغار سالي ووليد. اهلا وسهلا فيكم سالي ووليد، اهلا. فصباح الخير واهلا وسهلا فيك. استاذ يعقوب، رياضه الكاراتيه بتعتقد انها انتشرت بالشكل المطلوب في الاردن ولا لسه مش كثير في تبني لهذه الرياضه؟ ستي بدايه اشكرك ست سمر. رياضتنا الكاراتيه هي رياضه قديمه في الاردن، والحمد لله يعني ابطالنا اردنيين حققوا نتائج على مستوى العالم. بس المشكله انه احنا برياضاتنا بشكل عام مش بس برياضه الكاراتيه بحاجه لتطويرها من خلال الدورات الخارجيه، احتكاك الخارجي، بحاجه دائما احنا لتطوير هذه اللعبه. بالضبط. وانت حكيت شغله كثير مهمه، الاستمراريه. الاستمراريه، نعم. الاستمراريه يعني الطفل او الطفله ببلشوا بأعمار مبكرة، صغيرة مبكرة، بنسحبوا إما لأسباب العلاقة بالدراسة أو للمجتمع. مجتمعنا أنه خصوصا كسيدات أو بنات خلينا نحكي كثير يعني بنقطة معينة، يعني مثلا بعمر معين 14 أو 15 سنة يجيبوا لك والله خلص بكفي، إحنا استكفينا بالنسبة كتدريبها. بالزبط. وهاي بتكون هي لسه بأول عطائها، فبتكون هاي عندنا مشكلة كبيرة حقيقة في جميع الرياضات مش برياضة الكاراتيه. يعني أنا بشتغل على موضوع اليد، على الريشة، على تنس الطاولة. يعني ببلش اللاعب أو اللاعبة ياخد وضعه ويبلش يشارك، بيشارك بطولة بطولتين، بياخد بطولة مثلا عربية فضة أو برونز، بعديها مباشرة بيجوا الأهل بيقطعوا وبقول لك لا يا عمي أنا صراحة دراسيا أنا بيهمني أنا شو بدي في الرياضة. للأسف ما مهندس وطبيب. يس، للعلم إنه الرياضة بالعكس بتجيب عائد مادي، أنا جربتها وبعايش فيها، إنه بالعكس بتجيب يعني عائد مادي أفضل كثير من أي تخصص ثاني، لأنه أغلبية التخصصات أنت زي ما بتعرفي إنه الكل عماله بدرس تخصصات تقليدية، يعني خلص المهم إنه أنا آخذ يعني بس شهادة وأتخرج وما راح ألاقي سوري يعني حتى يمكن أشاغل لوظيفته. أكبر انعكاس على عدم تبني الرياضات بالوطن العربي، ليس فقط في الأردن، الوطن العربي كله، هو اللي عم نشوفه بالأولمبياد. صحيح. في فرق فيها فوق الـ 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 مثلاً 100 لاعب. صحيح. وفرق العربية. العربية 6-7. عم بتكون مرات 2-3. ما هذا أقول لك يعني صراحة. مخجل جداً. بصدق يعني بحكي لك إياها، إحنا عندنا هون بالأردن بحاجة لتطوير لرياضتنا الأردنية. على أساس إنه إحنا نقدر نشارك فيها على مستوى محلي أو عربي أو عالمي. اتحاداتنا أو لاعبينا بدهم مين يدعمهم. هلا الدعم ببلش من الصغر، ببلش بالمدارس، ببلش بعديها بالاتحادات او مثلا بالفرق اللي احنا بنشارك مثلا فيها، بعديها على مستوى الجامعه، الجامعه برضو لها دور كبير كمان بتطوير، بعديها المنتخب الوطني. بس زي ما حكيت لك انه احنا يعني بدنا مين اللي يكون في الميدان، اللي يكون يشتغل ويحب دعم الرياضه. بالضبط. احنا هلا بدنا يعني نشوف شيء عملي. انا رح ارجع لك لعبه الكاراتيه تحديدا تعرف عليها اكثر من خلالك ومن خلال الكابتن كلاوديا. نعم. بس انا ما بعرف هلا شو ناويين تورجونا. هلا احنا عندنا في قتال مقيد، الكابتن وليد السيوف والبطله سالي احمد رح يعملوا قتال مقيد. اوكي. اها اوكي، هذا القتال المطلوب. يلا اوكي. يلا سالي. عم
اعتقد انهم خلصوا لانه هاي الانحناء معناتها انه خلص. هذا اللي بعرفه عن لعبه الكاراتيه الصحيح يعني. انا بدي اسال كلاوديا, is it a popular game, the karate games in Germany? I think هي ما عندها مايكروفون, فانا رح يعني رح اترجم الحكي تبعها, مش مهم. It's okay, you can. I think it's not too public like soccer, but it's getting bigger and bigger. Now we are in the Olympics in 2020 in Tokyo, and I hope it went on. اوكي, هي بتقول انه لا هي مش لعبه كثير مشهوره بالمانيا زي مثلا كره القدم, معروف الماكينه طبعاً الالمانيه لكره القدم. أكيد. بس عم بتقول انه لا في تحسن يعني باستمرار بنشر لعبه الكاراتيه في المانيا, تتوسع الحلقه بشكل يس. اكبر. شو اللي بيميز, احنا بالعاده حتى كاعلام مش كثير بنميز بين انواع اللي بسموها الالعاب الدفاع عن النفس يس. في جودو, في كاراتيه, في كثير شغله. شو اللي بيميز الكاراتيه؟ اعتقد انها الاصيله يعني هي ام الكاراتيه. هي لعبه يابانيه. تمام. اوكي, هلا العاب الدفاع عن النفس بشكل عام كان تايكوندو او كاراتيه او كونغ فو او الجودو هم العاب دفاعيه. هلا كل بلد مثلا زي الكونغ فو هي صينيه, الكاراتيه يابانيه, التايكوندو كوريه. هلا كل بلد عملت نظام لهاي الالعاب الدفاع عن النفس وتعملتها بطريقتها, بس كلهم بصبوا دفاع عن النفس بس بطريقه مختلفه لكل بلد. بس هي ودائما انتم بتركزوا كمدربين بهاي تحديدا هاي الرياضات انها هاي مش رياضات عنف. لا 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 بالعكس, ابدا بالعكس, هي بتهذب النفس السلام يعني يس. ولاعب الدفاع عن النفس دائما يعني بتلاقي لك يا مسالم حقيقه يعني ما بتمرن عشان هو يؤذي الاخرين, بالعكس هو بتمرن لتهذيب النفس ولثقته في نفسه, لانه هو عارف انه هو عارف شو قدرته. أوكي. فلو صار معاه اي موضوع او اي مشكله ما بيعتدي يعني على حدا, ما بكون عنده عنف حقيقي. نعم. نعم. انا مضطر اسال كلاوديا, معلش لو ما عندها مايكروفون بس انا راح اترجم يعني yes. About the sport classes in German, how many times do you give the children in classes or in the schools a sport class during the week? يعني how much do you care to give sport knowledge to students in the schools? وأنا سألتها إنه قديه بيهتموا, لأنه كتير مهم هذا السؤال. صحيح. وأنا دائما عندي نعم. تعب نفسي من هذا الموضوع. صح. إنه قديه في عندهم اهتمام إنهم يعطوا حصص رياضة للأطفال في المدارس, قديش بالأسبوع بيعطوا حصص رياضة في المدرسة؟ Claudia. On Monday, on Wednesday, we have training for children, and yes, I give 2 hours because we have 2 groups, one 3 to 6 years, and then above 7 years, and I teach them every week. So you care about yes, these classes much. يعني عم بيعطوهم من تقريبا مرتين بالأسبوع yes. مرتين الأسبوع لأعمار مختلفة يعني, وفي اهتمام كتير كبير بحصص الرياضة في المدارس الألمانية. يا ريت دائما يكون في عندنا هذا الاهتمام ايضا بمدارسنا. حقيقي احنا عندنا حصه الرياضه يعني بصراحه شوي مهمشه. فاحنا نطلب من وزاره التربيه والتعليم او من التربيه انه على اساس انه زي ما تفضلتي انه مثلا ما تكون بالحصتين مثلا بالاسبوع يكونوا 3 أو 4, على اساس انه هم يعني انا بعتبر حصه اللياقه او حصه الرياضه هي اساسيه زيها زي اي ماده ثانيه. واحنا قبل مره كمان صدفنا كان الموضوع انه لازم احنا نسعى لزياده حصص الرياضه خلال الاسبوع. بالضبط. وقديش لها علاقه بالتفكير كمان طبعا يعني الجسم السليم في العقل السليم. كلاوديا ويل جوين ذا تشيلدرن ان ذا جيم, شي ويل جوين yes. ذم. ولا حدا بيقدر لها كلاوديا بهي الطريقه طبعا يعني ما فيش فيها يعني. اكيد. هو شو اعلى حزام بالكاراتيه؟ هو 9 دان. هو عادة دان. بس هو دائما انا ما بعتبر انه الدان بي 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 يعني بيعطيكي جداره اللاعب او المدرب يعني. في كثير ناس معهم مثلا 7 دان 8 دان بس غير مستمرين في هذه الرياضه. فبتلاقي انه مستواهم مش عالي, ولكن في ناس ممكن يكون 1 دان أو 2 دان بس ممارس لهي اللعبه باستمرار في يومي او خلال يعني فترته اللي هو بيشتغل فيها او بيشارك فيها بطولات محليه او عربيه او دوليه, تلاقي مستواه متقدم. طيب نروح على المعسكر اللي عملتوه او يعني التجمع التدريبي اللي عملتوه بجوز مع الطلاب, كان طلاب مدارس. ستي احنا قبل اسبوع كان بلشنا اول معسكر تدريبي في محافظة مادبة, كان مشاركين بحدود 120 لاعب ولاعبة. طبعا هي كانت للطلبة المدارس الحكومية والخاصة, هي مجانية.
تحت إشراف المدرب محمد وهيب والكابتن زوجها كلاودي. زوجها نعم. إحنا طبعا صدفناهم من ألمانيا لمدة تقريبا شهر عندنا هنا. تمام. كان لهم برنامج برضو سياحي فرجناهم على المناطق السياحية في الأردن. تمام. وكتير هي مبسوطة طبعا. أكلت أهم شيء أكلت المنسف كمان اللي هو الكراكي. رح يخرب اللياقة بس. لا بس يعني نص نص مش كثير كثير. مش مشكلة. بس الحمد لله. فكانت بصراحة يعني دورة ناجحة. هلا عندنا الأسبوع القادم إن شاء الله في العقبة رح يكون عندنا كمان بمشاركة مش أقل من 100 لاعب ولاعبة. تمام. هي الهدف منها إنه هي العطلة الصيفية. إحنا هذول طلبتنا إنه نحاول نشغلهم في شيء مفيد. والشيء المفيد هو بالرياضة تقريبا. أكيد. إحنا كان عندنا فترة صباحية وفترة مسائية كانت الدورة. وفي شيء منها نظري وعملي. لسه في مجال الناس مثلا تكون معاكم ولا طبعاً هلا إحنا إن شاء الله لمنطقة الجنوب راح تكون هي الأسبوع القادم. طيب كيف بيقدروا يتواصلوا معاكم؟ في بيج على الفيسبوك؟ أكيد في بيج وفي إلي كمان على يعقوب الوعري نفس صفحتي يعقوب الوعري على الفيس كمان موجودة. حتى الناس في الجنوب إذا بيقدروا أي حدا إنه يشارك من مدربين أو لاعبين. تمام. بالعكس يعني إحنا بناخذ من أعمار 5 سنوات ل 18 سنة. تمام. على أساس إنه إحنا نرفع مستواهم ونفيدهم بهاي اللعبة. تمام. لعبة جميلة ورائعة ويعني بتمنى إنه تنتشر هاي الأنواع من الألعاب. تعطوني حزام بالواسطة؟ أكيد لا خلاص أنا بالنسبة لها من جملة دان تمني دان تمني دان خلاص 9 فخري 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 الله يسعدكم ويعطيكم ألف شكرا عافية مباركة جهودك. شكرا. أنا يعني حسيت قد أنت بتتبنى موضوع الرياضة بشكل عام. بدنا هالقد كوتشز مثلك. أنا بس بناجد شغلة واحدة المؤسساتنا الخاصة إنه تدعم لاعبينا ولاعباتنا لوصولهم لأعلى الدرجات. يعني إحنا والله عندنا خامات في الأردن وعندنا لاعبين يعني هي بصراحة يعني هي وكابتن محمد وهيب استغربوا بال 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 بالشباب اللي عندنا يعني عندهم وعندهم حب للعبة. بس المشكلة إنه إحنا ما في مين يطورنا يعني ما في مين يدعمنا معنويا أو ماديا. فبحاجة ماديا والله كثير مهم. مهم جدا طبعا. أنا بحكي طبعا. صراحة بحكي كثير ناس بقول لك المادي مش مهم. لا لا لا, لا, مهم لا, لا جدا. مهم بكل الإمكانيات أبداً. هي اللي بتصنع البطل 100%. ما تقولي لي انه والله انا بدون امكانيات بقدر اضلني قاعد محلي وما عندي امكانيات ما اروح اسوي شيء. ان كان بالمدارس ان كان بالانديه ان كان طبعاً. بالجامعات طبعاً. موضوع العنصر المادي انا بعتبره اساسي من هو اللي بيرفع مستوى اللعبه. وهون مسؤوليه القطاع الخاص المسؤوليه الاجتماعيه لدعم هذه الالعاب بشكل عام. وزاره الشباب وزاره التربيه والتعليم وزي ما بدعموا لعبه بعينها اللي هي كره القدم. احنا عندنا رقم واحد كمان الالعاب الاخرى كثير في دول بدعت بالالعاب الفرديه والالعاب اللي طبعا حتى احنا عندنا على مستوى ذوي الاحتياجات الخاص صراحة يعني بيجيبوا إنجازات أكثر من إنجازاتنا اللي هو باعتبارها صحيحة. عشان هيك لازم نفتح عيون عليهم أكثر. رح ناخذ الفقرة الختامية مع سالي وليد. فيتفضلوا وأنا بدي أشكركم هاي نهاية لقائنا معكم. شكرا كيس السمار. شكرا جزيلا. يعطيكم العافية. الله يخليك. بدي أحييك وتحية الكاراتي. شكرا.